Who can tell me what 2 + 2 is? Who's got it? This is unusual that you're in the fishbowl. That's exactly what this activity is called when one outside group is watching an inside group. Your learning partner. Wait just a minute, I'm gonna give you some instructions first. And I want you to tell your learning partner. النهاردة موضوعنا هيكون عن مستقبل اللغة الإنجليزية. كون إن اللغة الإنجليزية النهاردة هي اللغة الأولى المستخدمة في العالم كله. لم يكن الموضوع مجرد صدفة ولم يأتي من فراغ أبداً. ده وراء حكاية طويلة. تعالوا نلقي بعض الضوء على الموضوع. أكثر من 2 مليار شخص في أكثر من 120 دولة في العالم بيتكلموا اللغة الإنجليزية. Translations and other Southeast Asians to speak better English. How to react? I had some choices. بالمقارنة بلغة المندرين الصينية اللي بيستخدمها حوالي 1 مليار شخص، وطبعاً التطور الاقتصادي الهائل اللي حققته الصين في 40 سنة اللي فاتوا خلاها رقم 2 في الترتيب العالمي بعد الولايات المتحدة الأمريكية. الإمبراطورية البريطانية في القرن 18 و19 احتلت أجزاء كبيرة جداً من العالم، وكانت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. بريطانيا كانت لمدة حوالي 200 سنة تقريباً القوة الأكبر والأعظم في العالم. لغتها الإنجليزية كانت منتشرة في العالم كله، في الهند وأستراليا وكندا وأفريقيا شمالها وجنوبها. لكن بعد الحرب العالمية الأولى والتانية، رغم إنها كانت منتصرة إلى أن دورها تراجع بشكل كبير وزادت الهيمنة الأمريكية على العالم. بعد تدخل أمريكا للحرب العالمية الثانية وإنقاذها لأوروبا من ألمانيا النازية، ده برضو في صالح اللغة الإنجليزية، لأن أمريكا بعد كده قادت العالم وما زالت حتى الآن. الإنجليزية النهاردة هي اللغة الأم لحوالي 500 مليون شخص. لكن خلينا نرجع شوية لورا ونلقي بعض الضوء على تاريخها. من سنة 1880 حتى عام 1914، موعد قيام الحرب العالمية الأولى، كانت الثورة الصناعية الثانية في قمتها، وحققت لأمريكا ثروة هائلة خلتها تصبح قوة عالمية حقيقية إلى جانب إنجلترا وفرنسا اللي كانوا مسيطرين على العالم في القرن 18 و19. في خلال الفترة دي بداية القرن العشرين، عمل الأمريكان كمية هائلة من الاختراعات والإبداعات اللي غيرت طبيعة الحياة في الغرب كله، وبرضو طبعاً في العالم كله بعدها، زي اختراع التليفون والكهرباء والطيارات وصناعة السيارات وغيرها وغيرها من التطورات الكبيرة في الحياة الثقافية والسينما والموسيقى والرقص والراديو. بعد انتصار الحلفاء بقيادة أمريكا في الحرب العالمية الثانية، أصبحت أمريكا بلا منازع هي القوة رقم 1 في العالم من الناحية العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وأصبحت في دور الريادة، وكما انتشلت أوروبا من الفقر بمشروع مارشال الشهير بعد الحرب العالمية الثانية، وقومت أوروبا المدمرة على رجليها مرة أخرى، وأسست اقتصاد عالمي جديد، ونشرت قواعدها العسكرية في كل مكان، وانتشرت الثقافة الأمريكية عن طريق أفلام هوليوود وموسيقى الروك والجاز والبوب. And if you feel you need to see me, why call me and we'll arrange it. Thank you so much, Doctor. Goodbye, Miss Harry. وزي منتجات الكوكاكولا ومالبورو وماكدونالدز، وأصبحت كل المنتجات الأمريكية محببة ومرغوب فيها في العالم كله. بينما أوروبا كانت متدمرة، كانت كل حاجة في أمريكا سليمة، محدش وصل لها خالص أثناء الحرب، ولا نزلت عليها صواريخ أو قنابل زي أوروبا اللي اتدمرت، وبدأت هجرة العقول والعلماء ليها من كل مكان. فتحت أوروبا الهجرة، وحصل نزيف للأدمغة من العالم كله لصالح أمريكا، وانفردت أمريكا بتطوير مميز لمنظومة البحث العلمي، وسرعان ما غزت الفضاء وطلعت القمر في أواخر الستينات. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. وتوالت انتصارات العالم الأمريكي، وظهرت ثورة الاتصالات والإنترنت بعد كده، وظهرت شركات عملاقة أصبحت الآن هي اللي بتقود العالم كله، ومعظمها إن لم تكن كلها أمريكية.
ده كان الجزء الأول، وهنكمل إن شاء الله في الحلقات اللي جاية عن مستقبل اللغة الإنجليزية. شكراً.